السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعرف إذا كان الكمبيوتر بتاعنا مخترق ولا لا. أول حاجة هنا بنخش على علامة البحث ونكتب cmd، ونخش هنا على command ونكتب أمر اسمه netstat، بعدين مسافة وعلامة الناقص أو الداش ونكتب noa، ندوس enter. هنا بيطلع لي كل الاتصالات ما بين الجهاز بتاعي وما بين اي جهاز تاني او اي اي بي تاني. عندنا اول حاجه ال 127 دي حاجه عاديه، مفيش بيبقى اي بي 127، ده بيبقى تبع كارت الشبكه. لكن لما الاقي هنا 192 قصاده رقم تاني كده يبقى انا عندي في اتصال. فهنا ده الرقم بتاعي 192.168.1.5، ده كده ده الاي بي بتاع الكمبيوتر بتاعي، وفي قصاده هنا اي بي تاني اهو، ده بيبعت له البيانات او في اتصال ما بينهم. تاني حاجة كلمة establish، establish يعني في اتصال شغال دلوقتي. لما الاقي كده كلمة establish يعني في اتصال شغال دلوقتي، المفروض ان انا ابتدي اشوف كل الاتصالات دي واشوفها تبع انهي برنامج. طيب انا هنا عندي قصاد الاتصال ده في هنا كود بي اسمه بي اي دي، لو طلعنا فوق كده بي اي دي، المفروض ان انا اشوف ده تبع انهي برنامج. فعشان اعرف الكلام ده هدوس على علامة الويندوز في الكيبورد وحرف الار، بيطلع لي اللي هي الكلمه دي، هكتب تاسك ام جي ار وادوس اوكي، وادوس هنا على الديتيلز وعندنا السيرفس. فهدور في الديتيلز على الكود اللي هنا ده اللي هو 58 56، 5856. اول حاجه بنرتبهم من هنا وابتدي ان انا ادور على ال 5000 او 5856، ده تبع تطبيق الاون درايف. هبتدي ادوس هنا واقول له اوبن فايل لوكيشن علشان اعرف مكانه. ففعلا هو في البروجرام فايلز مايكروسوفت اون درايف، اون درايف دوت اي اكس اي. فبالطريقه دي ابتديت ان انا اعرف التطبيق اللي بيتصل بالانترنت في الوقت الحالي. طيب في حاجه كمان، الاي بي بتاعه ممكن يكون تطبيق غير تطبيق الاون درايف او تطبيق تاني شبيه للاون درايف، او حاطط نفس الاسم بتاع الاون درايف وحاطط نفس اللوكو بتاع الشركه، بس يكون بيبعت لي اي بي بتاع هاكر. فعشان اعرف برضه الاي بي تبع مين هخش هنا على الكروم واكتب واتس ماي اي بي، واخش هنا على الموقع الاقي في عنده حاجه اسمها اي بي لوك اب، ادوس عليها وابتدي اخد الاي بي اللي هنا ده لحد العلامتين من اول ال 20 لحد 151، كوبي واحطه هنا واقول له بحث. هنا طلع لي بيقول لي ان هو تبع شركه مايكروسوفت، فانا لو لقيت ان هو تبع شركه تانية يبقى كده مش تبع مايكرو، يعني لو لقيت اون درايف المفروض اون درايف تبع مايكروسوفت، لو لقيت هنا حاطط لي اي شركه تانية غير مايكروسوفت يبقى كده ده مش اون درايف، وواحد الهاكر بيضحك عليا وحاطط نفس اللوكو بتاع الاون درايف عشان اسمح له ان هو يعدي، او عشان ما اخدش بالي ان هو مش تبع، ان هو مش هاكر. بس كده انت المفروض ان انت بقى تشوف كل الاستابليتش ده وتشوف البي اي دي بتاعه تبع انهي برنامج، هل هو برنامج انت عارفه ولا برنامج ما تعرفوش. لو برنامج تبع مايكروسوفت فخلاص عادي ان يبقى في اتصال ما بينهم، لكن لو برنامج مش تبع مايكروسوفت او متعرفش عنه حاجه فانت المفروض ان انت تمسحه من عندك. تاني حاجه برضو تتاكد من الاي بي بتاع مايكروسوفت، هو ده تبع مايكروسوفت ولا لا. بس كده ده كان فيديو حلقه النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.